ممتازات جدا يعني للبيئة أحسن، والإقبال بيزيد عليهم مع ناس كبار بالعمر، صارت لهم تصوص سيارات تطلع في البسكليتين. والله الحمد لله ممتازة، والإقبال على الدراجات الكهربائية بزيد، يعني معي سيارة اليوم مع أزمات البلد وسعة الثروة مثلا بنهار صار يصف سيارته يطلع ببسكليت. يعني على سبيل المثال إحنا حاليا براس الجورة، لو بدي أصل مثلا في الساعة هاي بدي أصل قول الحاووز بالسيارة بالراحة بدك تود ساعة، على البسكليت تاخدش 10 دقايق مثلا. أخبار كل يوم عن يوم بزيدوا، يعني في ناس عندي زباين ختاير فوق 70 سنة عمره بركب بسكليت عادي بيطلع فيها في النهار، والاولاد الصغار تقريبا نسبه اكبر، هي معروف اكثر شيء بيركبوهم ما بين عمر 15 ل 25. البسكليت شغلي فيها وعملي، يعني بروح وبجي فيها، يعني والله فضل الله رياضة، يعني الحمد لله رب العالمين اني بشتغل عليها وبروح وبجي فيها. بشتغل في مختبر اسنان لزوردي دنتال اسنان، بشتغل عليها، بودي طرود، بجيب، بقيم، بحط. المشوار اللي بدك نص ساعة ولا 10 دقايق في السيارة في الدقيقتين بتكون فيه، يعني حلحول لو بدي اطلع في سيارة بدي نص ساعة، طيب انا بخمس دقايق ببقى في حلحول قاعد ومقضي مشاويري ومروح فضل الله. يعني بركب بسكليت بسوقها بهدوء، بروح فيها على المدارس، بجيب اغراض للبيت عشان منطقه بعيده، واليهود بيضايقوا علينا من ناحيه اذا عفوت البسكليت وادخل واطلع، فبروح بلف من ورا في البسكليت وتسهل علي الدخول الى منزلي.